فخطر في نفسي حينما جلست في مجلسكم هذا أن أذكركم بأمر يعتبر في الإسلام قاعدة هامة يرتبط بها أدب من آداب المجالس العلمية. أما تلك القاعدة فهي أن الإسلام من عظمته وسعة دائرة توجيهه وتثقيفه لأتباعه المؤمنين به قد أمر المسلمين هؤلاء بأن يهتموا بإصلاح ظاهرهم كما أمر بإصلاح باطنهم. فهناك أحاديث كثيرة فيها تعداد لمعاني كلها تلتقي في حقيقة واحدة، وهي أن المسلم يجب أن يهتم بإصلاح ظاهره كما يهتم بإصلاح باطنه، وأن لا يقول كما يقول بعض الناس من المغفلين أو من المنحرفين عن الدين أن العبرة بالباطن وليست العبرة بالظاهر. والحق أن هذا الكلام بعضه حق وبعضه باطل. الإسلام يهتم بإصلاح الباطن ولكن يأمر أيضا مع ذلك بإصلاح الظاهر، وهذه الحقيقة نجدها كما ألمحت آنفا مبثوثة في عديد من الأحاديث الصحيحة، فأنا أريد أن أذكر ببعضها لا سيما ما كان منها له علاقة بذلك الأدب الذي أشرت إليه آنفا، وهو أدب المجلس العلمي.